مساكم الله بالخير والرضا والعافية، كيفكم بنات؟ إن شاء الله تكونون طيبين بخير وصحة وسلامة. اليوم سويت محلة في الراس مرة مرة مضبوط ما شاء الله، فحبيت أشارككم الوصفة. أول شيء نستخدم التمر الخلاص، أفضل ترى يا بنات. أنا جربت اللي يجيك معجون وجربت هذا، هذا أفضل في الطعم وأضمن لك، يعني صرت تمر عندك في البيت. خدت نص الكيس وسلقته، جربت أنا صلحت المحلة بالقدر الكهربائي، جربته بالقدر الكاتم، وجربته اليوم بالقدر العادي. أفضل شيء هو في القدر العادي، لأنه هو أصلا يحتاج تحريك كل شوي، فالأفضل أنك تحطينه في القدر العادي إذا بغيتي تحصلين على نتيجة أفضل. بس أخليه أحركه شوية تمر عشان أخذ مويته. في بعض الناس يعني يفككون التمر يطلعون الفصام، بس يعني قلت اختصار للوقت. هذا هو شكله، خليته شوية برد عشان يعني يكون فاتر، مو حار مرة ولا بارد. جبت الشوخال ونزلت عليه موية التمر. مرة الأكلة هذه شعبية لذيذة، ظهر هي مشهورة حتى في دول الخليج، بس ظهرهم يسمونها العصيدة، احنا نسميها محلة. أضغط عليه لحد ما أخل، يعني ما راح أخبقي بالتمر شيء، راح أخذ كل عجينة التمر، بس راح يبقى الجلد يعني القشر حق التمر والفصم. راح أرجع مرة ثانية للقدر وأحط عليه كمان موية، يعني ما راح أكبه. أضغط عليه مرة عشان يطلع كل الموية اللي فيه، لأن الموية تكون ثقيلة. أنا مرة أحب صراحة الأكلات الشعبية، وأحب أني معني ما يعني مو مشهور عندنا هذه الأكلة بالقصيم، لكن أني جربتها كم مرة وعجبتني وصرت أسويها. هذه موية التمر، شايفين كيف يعني شوي ثقيلة. أحسن تمر جربونه هو إذا بغيتوا تجربون، يعني أنا أفضل الخلاص. زي ما قلت لكم رجعت مرة ثانية وحطيت في التمر موية لحد ما أخذ كل عجين التمر الموجود. بعد ما أخذت خلاص الكمية اللي نحتاجها، مع الأسف أني ما قست يعني بالكميات يعني بالضبط، لكن هو التمر نصف الكيس اللي هذا اللي 1 كيلو، يعني تقريبا نص كيلو. وبعدين جبت الدقيق وأحط على شوي شوي، لا تحطون الكمية كلها جميع، لا أحط على شوي شوي لين أشوف القوام. أنا راح أحط أول شيء نص الكمية، يمكن تقريبا حطيت كاس ونص دقيق أسمر وحركته مرة زين، وبعدين فتحت عليه النار وخليته على نار متوسطة لحد ما يبدأ يغلي. بعدين لما يبدأ يغلي نوطي عليه النار ونخليه يستوي على راحته. أهم شيء بنات تحرصون تحركون بسرعة عشان ما يتكتل الدقيق. بس كذا حركته، حطيت تحت عليه النار وقمت أحرك، لأن هذه أهم مرحلة عشان ما يتكتل لما يبدأ يحتمي ويبدأ يغلي. زي ما انتم شايفين، اكتبوا لنا عاد بالكومنتات تفضلون انتم من الاكلات الشعبيه، وعيالكم مثلا شو يفضلون. انا احب يعني ما احب اترك الاكلات الشعبيه ابدا، والحمد لله عيالي كلهم يحبون الاكلات الشعبيه. شايفين بدا يغلي بنات، هذا من الاكلات مره الحلوه تدفي،
يعني خاصة أحب أصلح، لو صار ذاك اليوم برد شديد أسويه. مكوناته سهلة وبسيطة، بس عاد هو يبيله تحريك، يبيله عضلات. شايفين الحين تقريبا راح نصف الوقت، نص ساعة. طبعا ما حطيت عليه أي إضافات حتى الآن زي ما تشوفون. بعد نص ساعة يعني زدت بكمية الدقيق الباقية لحد ما أصل القوام اللي أنا أبغاه. تقريبا زدت كاس دقيق أسمر، وبعدين راح أخليه يكمل باقي المدة نص ساعة ثانية. تقريبا خليته يطبخ نص ساعة كاملة أو أكثر. يعني أنا أحب أخلي الشيء يستوي مرة، يعني من الناس اللي يحبون الطبخة تكون مستوية. شايفين كيف القوام مرة يجنن. بعدين خلاص قبل ما تقدمينه كذا ب10 دقائق قبل ما أحطه في الحافظة، حطيت نصف إصبع زبدة وملعقة الشاهي فلفل أسود. هذه نقطة مهمة يا بنات، لا تحطون الفلفل والزبدة أثناء الطبخ أول ما تحطينه، لأنه يطلع شوي مرارة. خليها آخر شيء. أنا والله كنت أول أحط كل شيء مع بعض، بس قالت لي واحدة يعني خبيرة ما شاء الله، وصرت أطبقها وحصلت على أفضل نتيجة. لا تنسون حبايبي الله يسعدكم الاشتراك بالقناة ودعم الفيديو بلايك. وبس هذا طبقي صار جاهز، حطيته في الحافظة وعلينا بالعافية. الحمد لله حاز على إعجاب الجميع. وبعدين في فوق في التقديم قبل ما أسكر الحافظة حطيت عليها الزبدة ورشة فلفل أسود، ويومي يومي. هذه كانت نهاية فيديو اليوم، أشوفكم في فيديوهات قادمة، وإلى اللقاء. لا تنسون دعم القناة والفيديو بلايك.